مشاهدينا وطبيعي الجمهوريه اونلاين، اهلا بيكم في لايف جديد. طبعا حررنا في اليومين اللي فاتوا دول كلنا شفنا الفيديو اللي كان على صفحه من صفحات الشخصيه، حد بيستغيثه بيقول ان هو لقى تليفون داخل حمام سيدات داخل محل ماكدونالدز. ايه هي الواقعه وايه اللي حصل والتليفون ده كان بيعمل ايه جوه؟ ده اللي هنعرفه النهارده من صاحبه الواقعه اللي طلعت باللايف من على صفحتها الشخصيه، استاذه نسرين، ومعاها استاذ ياسر اخوها وزوج اللي برضو كانت داخل الحمام وشهدت على الواقعه، ومعانا استاذ طارق المحامي الكبير المعروف. انا برحب بحضرتك الاول استاذ طارق في جمهوريه اونلاين. اهلا وسهلا، وحضرتك شرفتنا واستاذ شرفنا. اهلا بيك، وبرحب بحضرتك برضه استاذ ياسر وحضرتك يا استاذ نسرين. مبدئيا كده انا عاوز اعرف علامات القلق والتوتر اللي ظهرت عليكي اثناء بثك لللايف، وكان باين قوي انك مخضوضه بشكل غير عادي، وبتقولي ان هو حاطط تليفون داخل حمام السيدات وبيصورهم وكانت الكاميرا مفتوحه. احكي لي تفاصيل الواقعه من البدايه، وقبل ما تحكي لي تفاصيل الواقعه عاوز اعرف سبب عدم ظهورك الفتره اللي فاتت من يوم 6/6 لغايه النهارده في جميع المواقع. يعني انا عارف ان جالك تليفونات كتير وناس كتير عاوزه تصور معاكي وانت رافضه الموضوع ده، فعاوز اعرف السبب الرفض ايه، وبعد كده نعرف الواقعه نفسها. هو في الاول انا كنت طبعا عايزه اعرف انا كنت عايزه اعرف الاول قانونا، يعني المفروض ان يعني اكيد في حاجات معينه لازم يعني لازم تتصرح الاول، يعني عشان في نيابه، الموضوع مش حاجه شخصيه، هو الموضوع في النيابه، فاكيد مش كل حاجه ينفع تتقال، فلازم الاول كنا طبعا نستشير المحامي، ولازم طبعا تبقى حاجه جهه حكوميه زي الجمهوريه يعني. تمام. يعني عاوز افهم بقى البس او اللايف اللي فتحتيه الموضوع جه ازاي، واكتشفت ازاي وجود التليفون وكاميرته مفتوحه داخل حمام السيدات؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ هو احنا كنا عادي خلصنا الاجازه بتاعتنا، كنا مروحين، فالاول رحنا سيركل كي عشان كنا عايزين نشرب حاجه قبل ما نطلع طريق العلمين، لان طبعا طريق العلمين ما فيهوش خدمات، ومعانا مرات اخويا حامل، فاكيد بتبقى عايز تخش التويليت وكده، فكنا عايزين نشرب حاجه قبل ما نتحرك وناكل، فالميه والكهرباء كانوا قاطعين، فلفينا الناحيه التانية كده كده في طريقنا، فدخلنا ماكدونالدز واكلنا وشربنا وكده، وفي نص واحنا قاعدين كنت عايزه اخش التويليت، اجي اخش فلقيت عامل نظافه بينظف يعني انا ما فتحتش الباب كله، يعني انا فتحت لقيته فعملت له كده ورجعت تاني، ورجعت قعدت تاني لغايه لما هو يخلص. برده مرات اخويا جت تخش برده لقيت عامل نظافه بينظف جوه، فبعد شويه هي دخلت واختي دخلت برضو التويلت قبلها، وفي طبعا كانوا ناس موجودين برضو اكيد دخلوا التويلت، يعني حتى في اكيد هيكونوا برضو موجودين، ممكن يعني مش كل اكيد الناس اتصورت، لان انا اختي مثلا ما اتصورتش، مرات اخويا اتصورت، يعني هو على حسب بقى هو كان بيحط الموبايل ويشيله امتى، احنا يعني طبعا دي حاجه مش معروفه يعني. بس فهي دخلت التويلت فلاحظت وهي بترمي حاجه في الباسكت، لاحظت انعكاس رجلها. يعني هو فاتح الموبايل بالسيلفي، يعني بيصور بالسيلفي مش بيصور بالكاميرا اللي ورا، فالوش السكرين في الحيطه، لا هو بيصور بالسيلفي، فهو السكرين كلها باينه، فكان مرايه محطوطه. فهي لقت رجلها الريفليكشن قدامها على طول الناحيه الثانيه بس، فهي حس يعني هي في الاول اصلا كانت فاكره ان ممكن يكون موبايل وقع من حد، بعد كده جه في دماغها ان اختي كانت موجوده، ايه ده يعني ممكن تكون اتصورت، فبالصدفه كانت بنت اختي داخله التويليت، فهي نادت قالت لها روحي اندهي مامتك بسرعه، اللي هي اختي الثانيه، اللي هي قالت لها اندهيها بسرعه وكده، فهي طبعا اختي راحت، فانا لما جت قالت كده انا كنت واقفه، فجه في دماغي ان هي تعبانه في طلق او حاجه، لان هي في الثامن، وهي كان اصلا قلنا ان هي تعبانه، هي فترة حمل في الشهر الثامن بالظبط، فانا جه في دماغي ان هي تعبانه فعايزاها نلحقها، فجريت انا كمان، بس كانت اختي طبعا هي لسه بقاني، فقالت لها بصي في موبايل، فاختي راحت مطلعه الموبايل كده، راحت لقيت الفيديو اتقفل. انا كنت واقفه عند الباب، يعني فتحت الباب ديت، انا واقفه بقى عند الباب، طبعا انا مش ظاهره في الكاميرا حتى، لان هي من تحت وما تجيبش الكادر ده كله يعني. فهي قالت لها يعني اول ما طلعت الموبايل كده لقيت لقينا السكرين بقت سودة، ما اتقفلت على طول، فاحنا كنا فاكرين ان هو لايف،
يعني حتى انا في الفيديو اللايف عماله اقول ان هو بيصورنا لايف بيصورنا لايف، لان انا كنت فاكره ان هو بيصورنا لايف اصلا. احنا كل ده لسه كنا في نفس في الموضوع، فانا مش عارفه هو ده كان فيديو بجد ولا ده كان بيصور لايف. فبعد كده لما طلعنا بقى بره، فهي اختي طبعا كانت بتزعق فيهم تقول لهم انا عايزه مدير المكان دلوقتي حالا. عامل النظافه كان واقف جنبنا اصلا، وكان يعني بينظف جنبنا. هو طبعا متوتر وكان بينظف جنبنا، بس احنا ما كناش عارفين ان هو ده صاحب الموبايل طبعا. اه يعني هو كان العامل واقف جنبيكم وكان واضح عليه علامات التوتر، لكن انتوا مش فاهمين هو مين وعارفين صاحب التليفون لغايه دلوقتي. انا اصلا لحد اللحظه دي متخيله برضو ان هو اكيد موبايله واقع من حد، يعني انا دماغي مش جايبه اصلا في حد يكون بيصور يعني بيشوف حاجه زي كده. تمام. بس فقعدت تقول انا عايزه صاحب يعني صاحب المكان، المدير المكان فين. بس المدير طبعا المساعد المدير جه قال انا هلم الموبايل. هو بصراحه كان بيساعدنا جدا، يعني هو نفسه اصلا كان معانا في الموضوع قوي، وما كانش يعني ما كانش بيدافع عن اي حاجه. قال لنا انا هلم الموبايلات بتاعت الاستاف وكده، ونشوف طبعا الموبايل الناقص اكيد هيبقى يعني هيكون تبع حد. ده مدير المكان مساعد مساعد المدير. اه كان في مدير تاني برضو. يعني كل ده حضرتك كنت لسه ما فتحتيش اللايف ولا كنت فتحتيه بقى؟ لا 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 ما كنتش فتحت اللايف. آه. انا فتحت اللايف لما اتاكدت ان في حد هو اللي بيصورنا بجد. لما هو انت اخذت التليفون وفضلتي محتفظه بيه؟ لا جوز اختي هو اللي كان معاه. يعني انتوا كنتوا محتفظين بالتليفون، لكن لغايه دلوقتي بتشوف التليفون ده بتاع مين بالظبط عشان تعرفي تفتحوه؟ لو تقول لحضرتك اللوك بتاعه اتقفل، لان هو كانوا بيقولوا لنا ممكن برضو يكون حد يعني موبايل حد في التويلت. احنا يعني احنا مش عارفين موبايل حد ولا موبايل حد من ممكن يكون حد من الجيست مثلا ولا حاجه، مش حد شغال جوه. فاحنا مش عارفين، كنا في الاول مش فاهمين، وكنا فاكرينه لايف. في الاول الموضوع كان متلخبط، مش فاهمين ايه اللي حصل. تمام. بس بعد كده طبعا مساعد المدير يعني قال هخش جوه ناحيه المكتب جوه ويشوف الكاميرات. وساعتها اخوات يعني اخويا وبابايا وجوز اختي وجوزي كلهم دخلوا جوه معايا علشان يشوفوا الكاميرات وكده. ساعتها بقى هو اللي كان جوه، فهو اللي يقدر يقول الجزء اللي بتاع جوه. انا بس الجزء اللي بره بصراحه. احنا دخلنا جوه معاه علشان ندخل كنترول روم فيها الكاميرات بتاعه المكان. انا قلت له عايزين نشوف كاميرات المكان نعرف مين اللي دخل ينظف، لان هو مش ظاهر، لان الموبايلات اتلمت والراجل لسه ما طلعش. اه بس هم هنا بيقولوا ان هم كان كل ما يجي يخشوا يلاقوه هو الشخص العامل ده بينظف في نفس المكان طول النهار، بينظف في نفس المكان، والمكان ما كانش فيه. بس انت برضه ما كنتش تعرف الواقع ان هم شافوه كذا مره داخل الحمام بينظف. ده حقيقي. دمين. لان انا مش احنا مش في دماغنا يعني. دمين. واحنا بس خلاص كنا ومنتظرين. انتوا دلوقتي مش مدين الموضوع ان هو ممكن فعلا يكون عامل حاطط التليفون وبيصور الناس اللي بتخش. تمام. دخلت الكنترول روم. دخلنا الكنترول روم وابتدى المساعد المدير يحاول يشغل السيستم او بيشغل السيستم علشان نقدر نرجع الكاميرات ونشوف. بعد كده مساعد المدير خرج ورجع بالعامل. فالعامل بيقول انا. العامل بيقول انا ايه؟ هو جه قال انا. فانا بقول له انت ايه؟ بيقول لي انا الموبايل. بقول له الموبايل ده بتاعك؟ بيقول لي اه. فقلت له طب افتح لي الموبايل. جه يفتح الموبايل اول مره طبعا هو متوتر جدا فاتلخبط. بعد كده فتح الموبايل لقيت الموبايل فتح. فانا اول حاجه عملتها انا مركز ان انا عايز اشوف الفيديوهات اللي تخص مراتي وتخص اخواتي، لان انا مش متاكد برضو ايه اللي اتصور، هل هو متصور ولا لا انا مش عارف. ففتحت الجاليري وابتديت اشوف. افتح الجاليري لقيت يعني في فيديوهات وصور وحاجات كتيره يعني لا تليق. فانا مش دي قصتي، انا ما فتحتش حاجه وده انا مش مهتم بيه. فقلت له لا افتح لي الفيديوهات اللي انت بتصورها. ففي فولدر تاني او اماكن تانية معرفش هو كان بيستخدم ابلكيشن او حاجه تانية بيتسجل في اماكن تانية. ففتح لي المكان التاني. لان شكل الكاميرا ما كانش الكاميرا العاديه، يعني كان شكل التصوير نفسه كان لان الكاميرا العاديه لما مختلف يعني. لما تصور صرفي بيبقى فيه كنترول بانل حاجات تحت اللي هي توقف تصوير تشغل تصوير، الحاجات دي كلها بتبقى مختفيه. فهو واضح ان هو ممكن بيستخدم ابلكيشن تاني حاجه تانية احنا ما نعرفش. ففتحنا الفولدر التاني لقيت فيه فيديوهين. بفتح اول فيديو طبعا لقيت اللي هو اول فيديو ما بيبتدي ان هو بيداخل وبيحط الموبايل ويظبط الزاويه، وبعد كده ايه خرج. وبعد كده اغلبيه الفيديو طبعا فاضي. وبعد كده لقيت الفيديو ان مراتي بتدخل. فلقيت ان مراتي اتصورت ان هي اول ما بتدخل وبتغسل ايديها. فانا اتاكدت ان الفيديو تمام. بعد كده انا اتاكدت ان ده مراتي بتصور. فانا دلوقتي عايز اشوف هل اخواتي اتصوروا ولا لا. فشفت الفيديو اللي قبليه.
ما لقيتش حد من اخواتي تصوره، بس الفيديو اللي قبليه كانت سيده معاها طفله ببامبرز، يعني شيء عادي جدا، داخله بالطفل بتقلع له البامبرز قاعده على التويلت، وهي علشان يعني تقدر تغير للطفل فحاجه بتقعد على الارض. فللاسف يعني انا محرج، منطقه العوره ظهرت تمام لان هي بتقعد تغير للطفل. فطبعا انا المنظر خضني جدا، انا حصل لي زي تجمد، وبعد كده جوز اختي كل ده انت حضرتك جوه الكنترول روم ومعاك العامل ده حقيقي، ومساعد المدير يعني بصراحه كان منهار جدا ومش مصدق ان ده ممكن يحصل في الفرع. وبعد كده طلبنا الشرطه، كلنا طلبنا الشرطه. طيب حضرتك بقى خرجت من الكنترول روم وهم عرفوا الوجع، هم ابتدوا يعرفوا. انت عرفتي الواقع طبعا، ده اللي خلاكي تفتحي اللايف صح كده؟ يعني اول ما لقيت ان هم يعني بيزعقوا اللي هو انت بجد، يعني بيزعقوا ان هو انت يعني ان في حد هو يعني الصوت لما عالي ان هو خلاص في حد معترف، فانا ساعتها مش مصدقه يعني جالي شوك كده ان انا مش مصدقه اصلا ده في حاجه، في حد فعلا ممكن يعمل حاجه زي كده. انا كان في دماغي برضو ان اكيد هنلاقي مثلا الموبايل ده بتاع حد، هنلاقيه واقع، يعني برضو دماغي مش مستوعبه ان ممكن هنلاقي فعلا الشخص اللي هو كان بيصور اصلا. عشان كده في اللايف هتلاقيني بتقول مسكناه لو انا مش مصدقه ان في حد ممكن نمسكه ويكون هو فعلا كان بيصور. علامات التوتر والكبانه على حضرتك كنت بتصوره؟ اكيد طبعا، انا كان يعني انا مش عارفه يعني اتصورت ولا ما اتصورتش. واخو حضرتك كراجل برضو بقول لك انا اتجمدت من المواقف اللي انا شفته. انا جسمي كله كان بيترعش، وكنت خايفه جدا، وحاسه يعني اكيد حاسه انا اتصورت، حتى لو يعني انا ما كنتش فاكره بقى ان دخلت التويليت ولا ما دخلتش ولا. بس دلوقتي انت الواقعه هي اللي سيطرت عليكي، والقلق والتوتر ده بسبب الواقعه والخضه. انت داخله في امان الله مكان تاكلي بقى تشربي تقعدي، فداخله حمام لا وبعدين هو مش اي مكان. يعني انا مش داخله مكان في الشارع عادي، يعني انا لو داخله مكان في الشارع عادي اكيد طبعا هبقى يعني ما بخشش اي مكان بصراحه اصلا تويلت، يعني انا يعني دايما بنقي المكان اللي انا بدخل فيه التويلت. فالمفروض ان انا لما اخش مكان زي دوت انا واثقه في مكان زي ده، يعني انا ما ينفعش اخش في مكان زي ده في الاخر يحصل فيا كده، يعني هو ده مش المفروض ان هو يحصل. بس ف يعني حتى لما عرفت ان مرات اخويا اللي اتصورت اكيد انا اللي اتصورت اكيد طبعا، يعني انا طبعا. يعني انا يعني معلش حتى لو مش مرات اخوكي، لو حد عادي داخل المكان اتصور ما هي بنت زيها زيك بالظبط. ما هو البنت دي ممكن تكون اختي، ممكن تكون مراتي، ممكن تكون ايا كان مين هي، بس بنت، وان هو يعمل حاجه زي كده فدي برضو مش سهله يعني على اي حد، او ما مش حد يستوعبها يعني. حضرتك بقى انتم عرفتوا وهو الولد اعترف وقال انا تمام. وفطلبنا الشرطه. وصراحه المديرين بقى قبل ما تطلبوا الشرطه، يعني ايه اللي حصل داخل المكان؟ يعني ايه اللي حصل بين العامل وباقي الاستاف سواء المديرين او العمال اللي معاه؟ كان بيتعاملوا بان الموضوع عادي يعني، ولا كان في هو حضرتك الرد فعل كان بالنسبه لبقيه العمال طبعا في توتر جدا، بيشتغلوا هم مش قادرين، يعني كان باين عليهم التوتر. المدير الفرع مساعد مدير الفرع طبعا اتصل بالمدير الفرع وقال له تعالى حالا لان الوضع مش سهل، وهو كان بيقول له لا اتصرف، قال له لا حضرتك مش فاهم الوضع صعب تعالى ضروري. بس فالشرطه كانت جايه في الطريق، وطبعا الشرطه جت باقصى سرعه لما عرفت الواقعه. كان اول شخص ظهر امين الشرطه ظهر ودخل على طول تحفظ على المتهم واللي تحفظ على الموبايل. بعد كده رجال الشرطه جم بشكل سريع جدا، والواقع الحمد لله ان كل حاجه اتمسكت زي ما كانت، يعني ما فيش حاجه راحت كده او كده. بس وبعد كده خرجوا الاستاف كله بره اللي هم العمال، خرجوهم بره يقعدوا بره الفرع وقفلوا الفرع علشان يبتدوا يشوفوا يعني ايه الاجراءات اللي تتاخد، مين اللي هي يعني العامل طبعا، مين اللي هيجي، المساعد هيجي ولا مدير الفرع، الاجراءات القانونيه. انا صراحه ما اعرفش قوي يعني ايه اللي كان بيحصل. وكلكم بقى حضرتك اتنقلتوا معاهم على الاسم العامل والمدير او مساعد المدير، وحضرتك ومراتك واختك والناس اللي كانت معاكم كلهم. كلنا اتحركنا، بس عشان اكون امين انا طبعا والدي راجل كبير، فما كناش عايزين طبعا، احنا عرفنا الموضوع ممكن يطول، فيعني ممكن يتعب او معانا يعني اللي اتحرك وراح معاه على اسم الناس اللي كانت في الواقعه، مراتك اختك حضرتك جوز اختك الناس اللي كانت معاك في الكنترول روم.
ام فوق اختك والناس اللي دخلت وشافت الواقعه ده حقيقي. انفعالك بقى اللي حصل وانا عارف ان انت صورتي فيديوهات تانية ومعاكي اثباتات تانية كتير ورافضه انك تعرضيها، ولو عاوز تعرضيها ثقي تماما انت في الجمهوريه اونلاين ده موقع قومي، يعني انت مش 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 طالعين لايف في اي مكان، انتوا صاحبه حق والمحق مش حقك انت لوحدك، ده حقنا كلنا. من الوارد وكان من الصدفه ان اتحرك معانا طبعا الاستاذ، من الوارد ومن الصدفه ان انا ممكن كنت اقع في موقف زي ده مع اختي مع مراتي. مين فينا ما بيوديش او ما بيروحش المطعم دوت؟ لا كتير، يعني المطعم فيه فئه كبيره من المجتمع بتروح دائمه ان هي تخش مطعم زي ده. فالموضوع ما بقاش موضوع شخصي ليكي ولا لمراته، لا 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 ده احنا كلنا. ما هو انت حضرتك بتقول في فيديوهات كتير، لما بعد كده شفنا ان الفيديوهات كتير جدا الموضوع بالعكس يعني بقى صعب اكتر. لو مش حاله فرديه ليكي بالظبط، ما بقول لحضرتك ممكن حد فينا كان بقى في نفس الموقف، وممكن على فكره انا ابقى في فيديو من الفيديوهات دي وانا ما اعرفش. طب ليه التوتر؟ ليه القلق لغايه الان؟ يعني انا عشان نصور ونطلع يعني وجدت صعوبه كبيره في اقناعكم، ووافقتوا طبعا لما عرفتوا اسم الجمهوريه اونلاين، ووافقتوا لما احنا عند محامي كبير زي الاستاذ طارق الشريف. عاوز اعرف ليه؟ طب ده انت مجني عليكي يعني انت علشان هو في الاول وفي الاخر انا بنت، احنا الشعب عندنا بيفكر كده. يعني ايه يعني بنت؟ يعني هو لو الواقعه متصوره من اولها لاخرها والمحكمه حكمت برضو ان انا ان احنا اللي مظلومين وان احنا اللي معانا حق، برضو هيطلع حد يقول لك كان لازم تستر عليه. استر على مين؟ هم هو في فئه كتيره قوي تفكيرها كده. واجهنا صعوبات كتيره، واجهنا كومنتات كتيره وردود افعال كتيره، يعني احنا ما بنردش وفعلا بنتأذينا جامد. وغير كده يعني الناس بالنسبه بتقول للستر، طب ما هو اكيد يعني الله اعلم، الله اعلم في الاول وفي الاخر ان اكيد ربنا ستر عليه. لا طبعا ده موقف يعني سلبي. وانا عايز اقول للاستاذ الاسرين بس حاجه، يعني احنا في دوله يحكمها قانون وما فيش شخص في العالم الناس كلها اتفقت عليه. اكيد هتلاقي ناس كتير بتأيد حضرتك وبتشوف ان ده صح وان دي واقعة ممكن تحصل مع اي شخص تاني، ده مش شرط مراته او اخته، لا كمان حتى لو رجل القانون بيعاقب على جريمة هتك العرض لانسان مش لسيدة. في جرائم بيعاقب عليها التصوير او ارتكاب الجريمة لسيدة، لكن ده القانون بيعاقب الانسان. يعني لو تم تصوير رجل في منطقة عورة القانون بيعاقب عليها. فلازم حضرتك الطبيعي ان انا لما بحاول ان انا اخد حقي طبيعي ان هيبقى في فئه ولو 1% او 2% اكيد هيعترضوا على كلام حضرتك، وناس كتير زي ما حضرتك بتقول تسامح او كده. بس طب هتسامح ولو هتسامح في ايه؟ وهتسامح في كام؟ وهتسامح في ايه بعد كده؟ وكم شخص ممكن يرتكب الجريمه دي؟ وانا ملاحظ يعني من اول الفيديو ان الاستاذه نسرين متوتره قوي. لا هو ده مش صح، وحضرتك انت بتاخدي حقك، يعني المفروض ماكدونالدز هي اللي تتوتر، المديرين ماكدونالدز هم اللي يتوتروا. حضرتك دلوقتي خلاص المفروض في مكان آمن. احنا خلاص كله في النيابة وتم تحريز الموبايل، وحضرتك شفتي الفيديو واعترف قدام النيابة العامة. فانا مش شايف ان حد تتوتري خالص، بالعكس. لا مش حاسة بأمان خالص. لا يا فندم، لا انت في دولة القانون، انت في مصر. لا اكيد احنا انت في دولة القانون في حماية سكي تماما أكيد. ان حقك هيجي. كل الاحترام والتقدير للنيابة العامة، الموضوع دلوقتي بقى في النيابة العامة. واخو حضرتك استاذ ياسر بنفسه دلوقتي بيقول لك سرعه وجود الشرطه في المكان، اللي شافوا الاهتمام من رجال الشرطه داخل القسم قبل الموضوع ما يتحول نيابه. لا الموضوع مش سهل، توتر حضرتك دوت ملوش اي لازمه. وكان في اهتمام قوي جدا من النيابه برضو في طريقه تنظيم للتحقيق ده، كان في انا معاه ان هي تتوتر كبنت او كخضه للموقف، ولكن الموضوع ما عادش موضوع يخصك لوحدك. ما هو علشان برضو يعني الموضوع مش داخل فيه حاجة صغيرة. يعني أنا يعني ايه حاجة صغيرة؟ يعني مفيش حد فوق أعلى من القانون. أيوة مفيش حد أعلى من القانون وكل حاجة، بس برضو كلنا تحت دائرة القانون. والله حضرتك معايا بنطالب بحق. مفيش حاجة اسمها صغير وكبير، لا في رؤساء اتسجنوا. دلوقتي أنت في دولة قانون، أنت في مصر ليك حق، هتاخديه. الحق مش حقك لوحدك، لا ده حق اختي وامي واي حد. انا كان دخل سبب من الاسباب ان انا طلعت اللايف بصراحه عشان اثبت يعني انا تعرضت لمواقف كتير جدا قبل كده في حاجات تانية كتير ما كنتش عارفه اثبت فيها حقي. فكان سبب من الاسباب ان انا يعني اطلع فيها لايف ان انا يعني
الموضوع دلوقتي بيحصل دلوقتي ده لايف مش مجرد فيديو عادي، لان انا عندي فيديوهات كتير على الموبايل في يعني في اول الموضوع انا ساعتها حسيت ان فيديو عادي ممكن يشككوا فيه اصلا، ففكره لاول ما طلع ان فيه هو ده مش الفيديو ده ما تلاقيش والله والله ما في اي قلق، لان احنا شفنا الفيديو قبل اللايف. ايوه هو الفيديو ما فيهوش حاجه غير هو الفيديو اللي احنا حكيناه بالظبط، بس ناخد ثانيتين منه بس هنعرضها للساده المشاهدين وهنقفله. انت بنفسك اللي اعرضيه، انت بنفسك وقفيه بس افتحي ولا انت حضرتك بنفسك انت حضرتك معايا. انا بس عاوز اوري الناس المعاناه اللي هي عاشتها في الفتره ديت. انت عارف حضرتك يعني ايه تدخل تلاقي الكاميرا ومفتوحه وانت بتتصور؟ وبرضو عرض الفيديو ده عشان اللي بيقول عليه الاستاذ ياسر ان احنا المفروض نتسامح معاه، مفيش نتسامح، يشوفوا ان في الفيديو ايه اللي تم وهم واخدين الموضوع ببساطه ازاي وكانها حاجه عاديه. لا 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 بعد احترامي لاي حد بيقول لا تسامح، لا ده بني ادم سلبي. اوكي اتفضل حضرتك تشغلي الفيديو. اه شغالين. بص انا هنشغل اول 5 ثواني بس. 5 ثواني طب فعلا لازم نشخص الفيديو. اشغل يا فندم ولا ايه؟ أو ما تقولي إيه؟ أنا أشوف خلاص الكلب. إيه ده؟ يعني هي دي ثواني احنا بنعرضها لحضراتكم من فيديو من الفيديوهات اللي هي ما اتعرضتش قبل كده. هي رافضه تعرض باقي الفيديو كاثبات ليها وكامان ليها هي، يعني برضو واضح ان لسه دي ليها وقتها. اه يعني كل حاجه هنعرضها في وقتها ان شاء الله. طيب رحتوا لاسمه واتعمل المحضر وتحفظوا بقى على العامل والمدير ولا ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل ان احنا اول ما رحنا الاسم لقينا ان في الاسم واحنا بنعمل المحضر اللي حضر طبعا اللي اتقبض عليه العامل والمساعد المدير اتقبض عليه، وهو ده مساعد المدير اللي كان بيساعدنا. وللاسف يعني انا ما اعرفش ايه اللي حصل، لان كان مدير الفرع بعدها لما جه كان المفروض هو مدير الفرع المسؤول، بس مساعد مدير هو اللي اتقبض عليه بالغلط. واحنا لما دخلنا انا ومراتي في التحقيقات، يعني مراتي هي اللي كانت اساس في التحقيقات، ذكرت كل فرد ودوره. فقالت ان مساعد المدير كان بيساعدنا وهو معلوش حرج، لان هو مساعد مدير مش هو المسؤول العام على الـ على الـ على الفرع. فمدير الفرع هو المفروض المسؤول. فالحمد لله ان الاجراءات القانونيه خدت مجراها والنيابه اصدرت قرار ان حبس المتهم على 4 ايام عزم التحقيق، ده بالنسبه للعامل، واخلوا سبيل المساعد المدير وطلبوا مدير الفرع بالاحضار. حد جه بقى تواصل معاكم من مطعم ماكدونالدز او من الاداره داخل الاسم او داخل النيابه؟ هو قبل النيابه حصل بصراحه تواصل كتير جدا من اول ما الفيديو نزل اصلا. اول ما الفيديو نزل إيه من قبل ما تروح الاسم مين تواصل معاك انت اول ما نزلت؟ طبعا تواصلوا معاك على صفحتك الشخصيه الاول. مين بقى حضرتك يا فندم؟ هو في الاول بعتوا لي ان هم عايزين رقم يكلموني عليه، طبعا ما بعتلهمش رقمي انا، لان يعني هو المفروض ان الموضوع اكبر من ان انا اللي هتكلم فيه. قالوا لي عايزين رقمك انت، رحت بعت لهم برده رقم اخويا، برضو عايزين رقم انا، يعني هم مصممين انهم عايزين رقم انا، لان عشان الفيديو بس مش عشان حاجه تانية بس. وبعد كده لقينا ممثلين ماكدونالدز منهم بقى مديرين فروع او يعني ايا كان هم مين بيتواصلوا معانا وبيحاولوا ان هم ما اعرفش كان في حاجه زي تفاوض. فانا بسالهم يعني ايه المطلوب، ان هم كانوا عايزين نشيل الفيديو، فانا قلت لا هو احنا القانون واخد مجراه. ايه ده هم بيتواصلوا معاكم عشان تشيلوا الفيديو على صفحتكم الشخصيه؟ ده حقيقي. لا ده بجد؟ ده حقيقي. وبعدين؟ بس فاحنا قلنا لهم احنا هنمشي في القانون وهنمشي في الاجراءات القانونيه لغايه ما القانون ياخد مجراه. انا مش هقدر اساعده اكتر من كده. بس. هو الفكره في الفيديو ان هو بيخلي البنات تشوف، يعني انا كميه الرسائل جات لي ان هو انت خليتينا ناخد بالنا من حاجه عمرنا ما كنا نتخيلها، زي ما انا عمري ما كنت اتخيلها، يعني انا فعلا عمري ما كنت اتخيل ان يحصل لي كده في مايك اصلا، يعني لان انا زي ما بقول لحضرتك انا لما باجي اخش التويليت بخش في مكان انا واثقه فيه، يعني مش اي مكان في الشارع، حتى لو هموت مثلا استحالة اخش تويليت في مكان انا مش واثقه فيه، يعني صعب اعمل كده، لان فعلا مؤخرا بقت الحاجات ديت منتشره كتير قوي، فانا بخاف.
بس برضو لحد ما شفنا الموبايل وكده برضو عمري ما كنت اتخيل ان هو في حد بيصورنا. واحنا عايزين نكمل في الموضوع قانونيا للاخر علشان فعلا الناس يعني الناس تاخد بالها، وكمان الواقع ما تتكررش على الاقل نقدر يعني الله اعلم، بس الناس تتعظ يعني اللي كان بيعمل كده يتعظ ما يعملش كده، واللي كان بيفكر يعمل واللي بيفكر يعمل كده يخاف، والشركات تاخد بالها ايا كانت الشركات ان هي تاخد بالها ازاي تحط الرقابه، ازاي ان يكون في رقابه دوريه، ان ازاي طريقه التعيين، يعني في فاكتورز كتيره جدا لازم الشركات تاخد بالها منها، لان ده في الاول وفي الاخر انت ده اسم الشركه، ده اسمك انت، انت لازم تحميه. هنعرف في كل ده دلوقتي ما طبعا في الوضع القانوني وايه اللي كان المفروض يحصل وايه هي الرولز اللي المفروض الشركات تمشي عليها في تعيين العمال او في الموضوع كله، من طبعا من الاستاذ طارق الخبير القانوني معانا النهارده. ولكن انا عاوز قبل ما نتنقل للاستاذ طارق، انا عاوز اشكرك وعاوز احييكي على شجاعتك انك انت طلعتي بلايف عشان تثبتي واقعه كان ممكن حد كلنا لايف قبل كده كان ممكن كلنا نتعرض ليها. بشكرك برضو وبشكر استاذ ياسر على شجاعتكم ان انتوا رفضتوا التفاوض في مسح الفيديو، ان حضرتك لو كنتي اتعاملتي مع الموضوع بشكل سلبي ومسحت اللايف او ما طلعتيش لاثبات الواقعه، الموضوع ده كان ممكن يتكرر تاني وتالت، وممكن فيك انت شخصيا في مكان تاني وما تاخديش بقى المره دي بالك. ما عشان اتحطيت في الموقف فانا قدرت حجمه. اللي بيتفرج في الاول في الاخر اللي قاعد على الفيسبوك بيتفرج على الفيديو ممكن يقول لك بتكذب، ايه اللي يثبت؟ ما ممكن يكون مش يعني اللي قاعد في البيت وما اتحطش في الموقف نفسه. ايه في ناس كتير بتفكر كده، بس هو اللي ما اتحطش في الموقف بيجي في دماغه ان هو مش هيتحط في الموقف ده، زي ما انا عمري ما كنت اتخيل ان اتحط في موقف زي ده. انا كنا بنشوف فيديوهات كتيره يقول لك تصوير انا ما كنتش اتوقع ان انا في يوم ما اتحط في موقف زي كده ابدا. انا يعني التاثير النفسي اللي اثر عليا واضح التاثير النفسي ده خلاني ان انا مش همسح الفيديو مهما حصل، عشان يوصل لاكبر عدد بنات لحد دلوقتي، يعني رغم ان الفيديو انتشر جدا لحد دلوقتي يعني خلاص بقى الوضع دلوقتي المفروض الواحد لما بيدخل اي مكان في بنات كتير في بنات كتير جدا لحد دلوقتي ما تعرفش اللي حصل. فعشان كده انا كنت بطلب من الناس ان هي النهارده تعمل شير علشان الناس كلها تشوف، البنات كلها تشوف، البنات كلها تشوف، يكون اصلا الموضوع ده ذات نفسه متكرر في اماكن ثانيه في فروع ثانيه وممكن وفي اماكن ثانيه مختلفه ممكن أكيد. يكون يعني ما اصل الانسان المريض ده في منه اكيد كذا حد ثاني طبعا. فبس عشان البنات كلها تخلي بالها عشان ما حدش يعني يحصل له كده ثاني، او البنات اللي كانت عنده على الموبايل اصلا ممكن تلاقي كام واحده بتفكر يا ترى انا اتصورت او ما اتصورت، يعني هتلاقي كل واحده قاعده خايفه. خلينا برضو هنرجع لحضرتك برضو بس نعرف بقى يعني ايه الموقف القانوني للموضوع، وهل العامل بس هو المسؤول ولا مين المسؤول ولا مين اللي يتحاسب في موضوع زي ده يا استاذ طارق؟ وتكمله لكلام الاستاذ ياسر، بمجرد حدوث الواقعه المدير انكر، قال ان الموبايل ده مش عندنا. ليه؟ لان في رولز ماشيه في كل المطاعم ماكدونالدز او كل المطاعم الكبيره، ان المفروض انا اي عامل او موظف بمجرد وصوله المطعم بيسلم موبايله المحمول، او ممكن يسلم موبايله ويبقى معاه تليفون تاني مش باين. لكن احنا في الواقع عندنا ما حصلش كده. في الواقع عندنا هو ما سلمش الموبايل المحمول، فمعنى ان هو ما سلمش الموبايل المحمول يعني في تقصير من الاداره. ده حقيقي ده رولز داخل المكان طبعا. بالاضافه الى اني انا كمطعم مسؤول عن كل العمال اللي عندي وكمديرين، انا كاداره وكمالك لشركه ماكدونالدز لازم الطبيعي. طب انا اسف ان انا هقاطع حضرتك بس انا مش حضرتك في حاجه برضو قبل ما اروح لها قبل ما ابعد عنها يعني. اتفضل. انت حطيت حضرتك دلوقتي صباعك على حاجه مهمه قوي، ان المفروض الرولز بتقول العامل بيسلم تليفونه اول ما بيدخل يستلم عمله. بالظبط. ده ما حصلش طبعا. يعني المسؤول الاول اللي حضرتك عاوز تشاور عليه هو شركه ماكدونالدز. اكيد. تمام. كمل حضرتك. واللي بياكد كده ان بمجرد خروجهم من التواليت وقالوا ان في موبايل موجود، المدير على طول قال لا احنا كل الموبايلات موجوده عندنا، ودخل جوه بحيث ان هو يعني ياخد كل الموبايلات الموجوده ويعرضها على الاستاذ ياسر، يقول ان الموبايل ده مش من عندنا. لما المتهم او العامل او الموظف في الشركه اعترف وقال له ده موبايلي، الطريقه كلها اتغيرت. ففي الوقت ده اتاكدوا ان هم كماكدونالدز مدانين في الواقع. احنا عندنا ماكدونالدز مش فرع واحد او اتنين، عندنا
فروع كتير جدا في مصر طبعا، وللاسف ماكدونالدز من الاماكن اللي تعتبر امنه بالنسبه للمواطنين في مصر. ده حقيقي، من الاماكن القليله اللي اغلب الناس بتدخل التواليت وهي مطمنه. ده المفروض، ده يعني لحد قبل 6/6 قبل الوقت. اكيد الوضع دلوقتي اتغير خالص، ما كانش حد يتوقع ان تحصل حاجه للدرجه دي. الوضع القانوني بقى الواقع ديت، الوضع القانوني طبعا كل من لمس او صور او اكبر كوضع قانوني، كل من لمس او صور او اكبر شخص على ملامسة منطقة عورة فهي هتك عرض، عقوبتها السجن المشدد. ده بجانب الضرر النفسي والضرر المعنوي، وبجانب الضرر على جميع الفيديوهات اللي تم تحريزها في النيابة. لسه الواقعة يعني لها ملابسات اكبر واكتر من كده بكتير. نيجي بعدين بالنسبة للإدارة وللتفاوض او الاحساس، حضرتك شفت من الفيديو ان هم يعني عندهم احساس انها حاجة عادية جدا. لا، ان انا اتصل بي لدرجة التصوير خلصة، لا، هو دي من اكبر وابشع الجرائم. وعلشان كده القانون المصري يعني كان رادع جدا في العقوبة لهذه الجريمة. وطبعا اكيد ان انا اتصور بدون علمي واتصور لمنطقة عورة، دي من الجرائم الكبيرة ومن الجرائم يعني اكبر الجرائم اللي ممكن نشوفها، وعشان كده عقوبتها بتبقى رادعة. بتبقى عقوبة رادعة طبعا. فانت حضرتك شايف ان الموضوع مش ما زي ما الناس بقى بتقول لهم استروا عليه ومش استروا عليه هو للاسف يعني في اتجاهات بتقول كده، بس دي ناس يعني هو لو في نفس الموقف ما اعتقدش انه هيقول كده. يا استاذ طارق، ما احنا ليه كلنا ما نعيش الحاله؟ ليه ما احسهاش ان انا في نفس الموقف ده؟ حضرتك عارف الشخصيات بتختلف، وفي بعض الناس بتبقى مثلا عمال، بعض الناس لهم يعني ليهم اهداف تانية، فطبيعي ان هو بيدخل كانه شخص عادي وبيحاول ان هو يقلل من الواقع، وبيحاول ان هو يرهب ويخوف المجني عليه، يعني علشان بيشوف ان الموضوع ده ما لهوش امل، او الموضوع ده بسيط او عادي، فيحاول ان هو يعني ايه بيديهم دايما السلبيات للوقت. يعني حضرتك عاوز برضو بتقول في الاخر ان العامل اكيد هياخد عقابه، وهو طبعا عليه يعتبر عامل كبير او غلط كبير، ولكن الشركه برضو هنا هي المسؤول الاول والاخير عن الواقع. احنا بنتكلم في ماكدونالدز، صح كده؟ طبعا. لان في حاجه تانية، هو العامل المفروض ان كان في فرع تاني قبل فرع العالمين، احنا برضو محدش يعرف ايه اللي حصل في الفرع اللي قبل ده، محدش يعرف ايه اللي بيحصل مع باقي العمال، وبالذات زي ما قلت لحضرتك تواليت ماكدونالدز. سمعت حضرتك طبعا استاذ طارق قال ايه، الموضوع مش هيمر مرور الكرام، ده هيبقى عبره لاي حد يتخيل او يتصور لنفسه ان هو ممكن يعمل واقعه زي كده. الواقعه دي اهانه لينا كلنا، يعني الواقعه دي اهانه لينا كلنا، مش ليك لشخصك. عاوز حضرتك التوتر اللي انت فيه والقلق ده تشيليه خالص، صدقيني انت في دور القانون، مفيش حد اكبر من القانون مهما كان اسم الشركه ايه. لا، الولد هياخد عقابه، الشركه اكيد عليها برضو عليها عامل كبير في اختيار العامل. فزي ما قال استاذ طارق في رولز محطوطه ان المفروض يسيب تليفونه او بيسلم تليفونه او بيسلم حاجات كتير غير تليفونه، هو داخل يشتغل مش داخل يتكلم في التليفون. حضرتك برضو ذكرت في الاول ان هو كل 3 دقائق داخل ينظف الحمام، هو داخل يظبط الفيديو مش ينظف الحمام، يعني ده بني ادم. وعلى فكره هم لو قالوا ان ده بني ادم مريض وده مش مريض، لا 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 لا، هو يعني انا سالت على سنه قال لي 22 سنه مظبوط. وانا اتوقع حتى لو هو شخص مريض، يعني انا اسف برضو في الكلام اللي هقوله، ده برضو مسؤول من الشركه، لان الشركه هي اللي عينته،
ويعني انا مثلا اشتغلت في شركات مالتي ناشونال كتيره وانا شغال في المانيا، ف طريقه التعيين دي بتاخد خطوات واجراءات واختبارات كتير. انا كنت دايما تردد على الفرع دوت ولا بالصدفه؟ لا الفرع ده بالذات كان بالصدفه، بس كان في فرع تاني الناحيه التانية ده كنا يعني رحناه واحنا قاعدين هنا يوميا او يومين ثلاثه، فاللي هو برضو احنا في هاجس، هل الفرع ده مثلا حصل حاجه الله اعلم، فبقى الهاجس على طول معانا مضطرنا. هو انا كان كل اللي جاي في دماغي برضو ان ده اكيد في يوم من الايام كان هيوصل لمرحله التحرش، يعني غير ان هو بيصور هو هيبتدي يوصل لمرحلة اكيد ان هو يعني الموضوع يبقى اكبر من كده. فانا شايفة بنتي، انا كل تفكيري ان انا شايفة بنتي وخايفة عليها وحاسة ان اصلا طفلة مش هتعرف تتكلم، يعني يوم ما يحصل لها حاجة دي كان ممكن وصل للتحرش بالطفل داخل بقى. انا ما اعرفش، لا ان يوصل لحالة ان هو يصور بنات في الحمام ممكن يوصل بيه ان هو يعمل اكتر من كده. فانا عشان كده الموضوع بالنسبة لي كان جسمي كله بيترعش ساعتها. انا في كذا سيناريو بيجي في دماغي، يعني في حاجات كتير عماله تيجي في دماغي، انا اتصورت ما اتصورتش، طب بنتي، طب حصل لي ايه قبل كده، طب ما ممكن في مكان تاني، طب مرات اخويا، طب اختي، كل ده كان في ساعتها عمال يعني يجي في دماغي. فلا الموقف بجد كان صعب، يعني اللي بيبقى جوه الموقف بجد كان علينا كلنا صعب، كنا منهارين كلنا، اللي قاعد بره بيتفرج على الفيديو قاعد بينتقد هو مش حاسس احنا كنا حاسين بايه ساعتها، يعني هو لما يبقى محطوط في الموضوع مش هيحس خالص اللي هو بيقوله ده. يعني انا برضو من ضمن المعاناه اللي احنا حسينا بيها من اول ما الواقع حدثت وابتدينا رحنا للاسم وناخد اجراءات المحضر، وبعد كده حضرتك بعد المحضر احنا بنشوف، احنا كنا مروحين يعني لمين كنا شرطنا مروحين، فبنشوف مكان تاني نقدر نقعد فيه. يعني حضرتك اصلا خلاص كنت مروح وداخل المكان ده حقيقي، احنا كنا شرطك معاك وحاجتك معاناه بقى حقيقيه، ده حقيقي حضرتك. احنا اتبهدلنا بقى تاني عشان نلاقي مكان في وقت قصير نقدر نبات فيه، وانا انا مراتي في التامن كانت تعبانه جدا ومنهاره، لان ده هو الوضع هي اللي اتصورت. معاناه وضغط نفسي رهيب في الفتره من 6/6 لغايه احنا اصلا القاهرة. من ساعه ما كنا هناك لحد الساعه 11 12 بالليل ابتدينا ناكل، الساعه 12 بالليل ما كناش لاقيين مكان ناكل فيه علشان الطريق فاضي. اكتشفت الواقع اول ما دخلت المكان، ما كنتش لسه اكلت ولا شربت ولا اكلنا فطار طبيعي يعني حاجات بسيطه لحد الساعه 11 بالليل ما كناش كلنا حاجه. بعد كده فكره ان احنا نشوف مكان تاني علشان عندنا نيابه تاني يوم الصبح، فلازم نبات في نفس المكان، ما ينفعش نرجع القاهره بعد كده نرجع تاني للنيابه. فعانينا طبعا، يعني قعدنا لحد الفجر بقى، رحنا مكان الفجر نمنا وصحينا بقى الصبح بدري جدا عشان نروح النيابه. النيابه من الصبح لحد الساعه 12 بالليل طبعا. قعدنا من الساعه 11، انا مراتي كانت هي الشاهد الاساسي في هي حامل رحله العذاب، ده حقيقي ده حقيقي. احنا نسينا اصلا الاجازه اللي احنا طلعناها طبعا، انتهت بالنسبه لنا، نسيناها اصلا مش فاكرين. احنا فاكرين هم اليومين دول اللي قبل كده مش فاكرينه، كاننا ما سافرناش. يعني بصي كم المعاناه والخطوره اللي تعرضت لها والضغط النفسي والواقع على نفسها. يعني احنا معانا 3 اطفال اصلا كمان، وفي طفل منهم منهار، في طفل منهم منهار، ممكن الطفل مش فاهم لا الوضع، لا مش مستحملين هم، في طفل منهم انهار قاعد يصرخ ويعيط ويقول انا مخنوق انا مش قادر. يعني الموضوع سبب عامل نفسي كمان حتى عند الاطفال بالظبط. لا ولان كان حاضرين الموضوع طبعا وما فيش حد معانا يقدر يطلعهم بره، خايفين عليهم اصلا حد ياخدهم يطلعهم بره، خلاص احنا عايشين في رعب. يعني احنا كنا ساعتها احساس الرعب مسيطر علينا كلنا، ما فيش حد عارف ياخدهم يطلعهم بره، واكيد هم عايزين يشوفوا ايه اللي بيحصل، وقعدوا يعيطوا ومش فاهمين. يعني في لا بجد الموقف كان صعب على الكبار وعلى الصغيرين، يعني احنا كنا فعلا كلنا الموضوع صعب. هو ستر ربنا ان حضرتك اكتشفت الواقع، مش عشان ان اكتشفتيه عشان نفسك بس، عشان الناس اللي هي اتصورت، ما ممكن ده كان استغل الفيديوهات بعد كده وكان بعتها بقى وكان شيرها وكان عمل بلاوي زرق، مش معروف مين اللي صور، انت فاهم حضرتك؟ فممكن يحصل ابتزاز فعلا، ما ممكن هو يبتز حد في الفيديو، يبتز ممكن يشارها على صفحته على مواقع تواصل على 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 ومحدش يعرف ولا هيعرف انا فين وبتاع، وكتبت كارثه. وبيحصل كتير جدا ابتزاز نتيجه لتصوير فيديوهات مثل هذه الفيديوهات، ده طبيعي. ولو حصل بعدين وابتز شخصيه بفيديو يعني مستحيل هتقدر. انا عاوز بس حضرتك يعني عشان برضو نطمن
استاذه مدام نسرين واستاذ ياسر، يعني تقول لهم ملخص الموضوع بشكل مبسط عشان القلق والتوتر اللي هم فيه. بيقول لك احنا خايفين نتعرض لخطوره اكتر، وهم خايفين من ايه انا مش عارف، بس هم خايفين. لا هو اكيد طبعا هم خايفين من اسم الشركه، خايفين من وضع الشركه، فده طبيعي ان ممكن اي يعني مواطن عادي يقلق من الظروف دي. لكن انا اكيد احب اطمنهم ده مستحيل يحصل في مصر. احنا دلوقتي في موقف قوي جدا، تم تحرير محضر رقم 820 لسنة 2022 كنح العالمين. ودلوقتي الموبايل محرس في النيابة العامة، المتهم تعرض للنيابة العامة واخد 4 أيام استمرار على ذمة القضية. فالموضوع دلوقتي كله في النيابة العامة، فمستحيل ان يكون في اي يعني تعرض او اي حد ما يقدرش يفكر او يجرؤ على التعرض للأستاذ نسرين او الأستاذ ياسر او اي حد من اهلهم. انا بشكر حضرتك على ان حضرتك وضحت لنا الموقف القانوني للموضوع، وان حضرتك طمنت طبعا مدام نسرين واستاذ ياسر. والله انا اللي بشكر حضرتك، انت دايما انا دايما تعب حضرتك معايا والله. انا اللي بشكر الجمهوريه كلها وبشكر حضرتك جدا، وبشكر الموقع على يعني الوقوف دايما مع الشخصيات لاظهار الحق. انت ما بتتاخرش عن اي اواضي من هذه النوعيه، ودايما بتتطوع بحل هذه الاواضي، وبتوضح لنا النقاط الكثيره اللي احنا ممكن ما نبقاش عارفينها او على درايه بيها. انا بشكر حضرتك فعلا والله يا استاذ طارق. ده واجبي وده شغلي اكيد. شكرا لحضرتك. حضرتك حاول تقول حاجه تانية او تتكلم في اي حاجه تانية قبل ما ننهي اللايف دوت؟ لا، هو انا كل ما اتمناه ان يعني ان الظاهره دي انتشرت في مصر مؤخرا، حتى لو حضرتك لاحظت ان في قوانين جديده طلعت وبتتغير وبتتجاب بسبب ان ظاهره التحرش انتشرت. فيعني اتمنى ان حاجه زي كده تكون يعني رادع لكل الناس اللي بتفكر حاجه زي كده، واحنا فعلا محتاجين الموضوع ده يقل في مصر، وان شاء الله يعني ان شاء الله يحصل. حضرتك حابه تقولي في حاجه او تتكلم في حاجه ثانيه؟ لا انا بس كنت زي ما وضحت لحضرتك ان انا كنت عايز الناس تعرف ان الفيديو ده هو كان غرضه اثبات حاله، وان انا احافظ على اي بنت تانية ان هي تتعرض لموقف زي ده، وان اي واحد بيفكر يعمل كده ان هو يعني يخاف ان هو يعمل حاجه زي كده عشان يعرف ان هو هيتفضح، واي بنت تتحط في موقف تفضح اللي بيعمل كده، لان هو ما خافش عليها وما خافش على عرضها وما خافش من ربنا، فانا مش هخاف عليه ولا واهله. لازم يعني الناس اللي بتقولي ان طب عشان خاطر اهله، طب ما اهله هم اللي قاموا بتربيته. طب واهلنا لما احنا نتفضح او اهلنا يكون برضو واقع عليهم ايه؟ علينا هتبقى عامله ازاي؟ هو اللي حط نفسه في الموقف ده، فهو اللي يتحمل الموقف اللي حطه نفسه فيه. اكيد كلنا بنغلط، بس غلط عن غلط يفرق. كلام حضرتك مظبوط. بس انا بضم دعم لحضرتك، انا بضم صوت لصوت حضرتك، والناس اللي بتقولها تتنازل واستر عليه وبتاع، ده موقف سلبي جدا. ده بني ادم ما احترمش نفسه، ما احترمش خصوصيه ناس كتير. اللي بيقول لها تنازلي ده اكيد هو لو كان راح المكان دوت، هو دلوقتي كان هيبقى في حيره، هل حد من اهله تصور ما تصورش، طب دخل الحمام ما دخلش، او لو الولد ده كان موجود في اي فرع تاني احنا ما نعرفش هو يعني راح اشتغل في اي فرع، وفي الفرع اللي قبله ولا اللي قبله، وكان بيعمل نفس الموضوع، خاصه ان هم لو اكثر من فيديو على تليفونه، من ضمنهم فيديو استاذ ياسر بنفسه شافه عشان كان بيدور على فيديو بنته غير فيديو مراته. لا، ما ينفعش نتهاون ولا نقول نستر عليه، ده الكلام ده كلام مش منطقي خالص. ده لازم يبقى عبرة لأي حد، لازم الشركات كلها مش الشركة دي بس تبقى عارفة هي بتشغل مين، تمشي على الرولز بتاعها. يعني أستاذ طارق وضح لي نقطة أنا ما كنتش كانت غايبة عني، إن المفروض الولد بيسيب تليفونه أو العامل بيسيب تليفونه، ده داخل بتليفونه وحطه في الحمام وبيصور الناس. لا يعني في مواقف ما ينفعش لا استر فيها ولا سامح فيها، عشان دي ما تخصنيش لوحدي، يعني دي ما تخصنيش لوحدي. الموبايل ده ممكن يكون الموبايل مش بتاعه، يعني في ناس بتقول الموبايل ده مش بتاعه. ما هو اعترف انه بتاعه، هو معترف الموبايل معمول بين كود، هو اللي عارفه وهو اللي فاتحه، يعني هو اعتراف كامل منه بالفعل. يا فندم انا بطمنك، انا بطمنك من التحريات ومن كل حاجه، ومن تفريغ الكاميرات ودخول الاستاذ في حجره الروم كنترول. لا الموضوع خلاص، هو الولد معترف. لا وحقيقة هو اعترف في النيابة، يعني قدام النائب هو اعترف ان ده موبايل، فالموضوع يعني حتى احنا مش بندعي عليه. لا هو اعترف خلاص، هو اعترف
انا بشكركم وبطمنكم ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله. لا بشكر حضرتك استاذ طارق. شكرا لحضرتك. شكرا للمشاهدين ومتابعي الجمهوريه اونلاين.